مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من معرض بيزنكس 2019، ويشرفنا في هذا اللقاء الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. دي المرة الأولى اللي بتشاركوا في معرض بيزنكس، نحب نعرف انطباعات حضرتك عن المعرض في دورته الثانية. الحقيقة دي زي ما حضرتك تفضلتي المرة الأولى اللي احنا بنشارك فيها، وانا الحقيقه يعني انا بقالي تقريبا 6 ساعات موجود في المعرض، شيء مشرف، وسواء المكان نفسه كمكان او التجهيزات المعموله، يعني احنا الحقيقه بدانا ندخل في امكانيه ان تكون مصر من الدول اللي بتعمل معارض على مستوى دولي، لان اللي انا شايفه النهارده في بيزنكس 2019 ده مؤتمر، ده معرض يعني زي المعارض اللي بنشوفها في ألمانيا وفي إيطاليا، فده شيء الحقيقة مفرح. طبعا كمان حجم العارضين اللي موجودين وحجم رجال الأعمال الموجودين والمشاركة من عدة دول مش بس من مصر شيء مشرف. وطبعا أنا بتصور حضرتك إن ده بيتمشى مع استراتيجية الدولة في اجتذاب الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فده يعني مجهود انا بعتقد ان هو كله بيصب في خانه استراتيجيه التنميه المستدامه للدوله. في راي حضرتك الى اي مدى يمكن ان تسهم هذه المؤتمرات في نشر ثقافه الخدمات الماليه غير التقليديه؟ شوفي حضرتك العالم كله تغير ومن زمان، يعني احنا يمكن متاخرين شويه. احنا موضوع ان احنا نتحول الى ما يسمى بالكاشلس سوسايتي، يعني المجتمع اللي ما بيتداولش فيه النقدية، ده موضوع مهم جدا بيعمل يعني بالبلدي كده ضبط للاقتصاد القومي. حكاية ان المدفوعات النقدية، الناس بتشتري عمارات وبتشتري عزب وبتشتري عربيات بملايين وبتدفع كاش، ده مش موجود الحقيقة في اي دولة، يعني من الدول اللي شبه متقدمة مش حول المتقدمة. فالتوجه العام للشمول المالي، والحقيقة البنك المركزي بيبذل جهود كبيرة جدا في موضوع الشمول المالي بالتحديد، ده عنصر مهم جدا من عناصر العملية الإصلاح الاقتصادي في مصر. حضرتك هل بترى انه بالفعل استطاعت الدولة ان تنشر الوعي بالشمول المالي في السنوات الأخيرة من خلال طبعا تحويل خدمات كثيرة للأسلوب الإلكتروني، وأيضا يعني اهتمام الناس بالحصول على خدمات كثيرة من خلال الوسائل التكنولوجية؟ شوفي حضرتك طبعا الموضوع ده هياخد وقت طويل، لان احنا طول عمرنا متعودين على موضوع الكاش، لكن منذ بدايه انشاء اللي هو الاي بايمنت كونسل او مجلس المدفوعات الغير النقديه، وبدات الدوله كلها تتحرك وعلى راسها البنك المركزي. طبعا الموضوع ده هياخد وقت وجهد، لانه الوعي بالمصرفي والمالي بالنسبه للشعب او للفئات اللي احنا عايزين نوصل لها هياخد شويه وقت، لان الناس مش متعوده على الحكايه دي. حضرتك بتروحي عند دكتور بتدفعي كاش، بتروحي عند مهندس بتدفعي كاش، المحامي بياخد كاش، ما ده مفروض يختفي دولة، وده هيغير شكل ومسار الاقتصاد كله، خصوصا في موضوع زي موضوعات الضرائب وغيرها. يعني انت اغلب للاسف بما انه حضرتك بتتحدث عن بعض الدكاتره او حتى الشركات اللي بتعمل في مجالات اخرى، هم ما يعني لا يستطيعوا ان يكون لديهم مكنه مثلا دفع الي، لانه ده هيخليهم يدخلوا تحت مظلة الضرائب بشكل لا يرغبون فيه. بص حضرتك، احنا انت عشان تحققي تقدم اقتصادي في البلد وتوفري الخدمات للناس، يعني حضرتك بتقعدي تسمعي الناس بتتكلم فين التعليم، فين الصحة، فين الشوارع، فين الكهرباء، فين المية، الحاجات دي ليها تمن. التمن بيجي منين؟ بيجي من الضرائب. دولة زي انجلترا فوق 92% من دخلها القومي جاي من الضرائب. ليه؟ لانه انت هناك بتدفعي فلات ريت حوالي 48%، وما فيش حد يقدر يتهرب. ده موضوع الشمول المالي، وان الناس تتعود انها ما بتدفعش الا بكروت،
ده هيظبط عملية الاقتصاد كليا. ريادة الأعمال أصبحت في بؤرة اهتمام الدولة ومؤسسات كثيرة لدعم الاقتصاد، ممكن نتعرف على دور الأكاديمية في دعم هذا النوع من المشروعات؟ طبعا الأكاديمية ليها دور كبير جدا في تطوير وتنمية الموارد البشرية بصفة عامة. أما بالنسبة لموضوع ريادة الأعمال فده واخد اهتمام كبير جدا، لأن ده النهاردة لما بتبص حضرتك ليه مثلا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصغر هتلاقي أن هي في الاقتصاديات الكبرى بتمثل يمكن 70-80% من حجم الاقتصادات. فأنت النهاردة لما بتوفري تعليم وتدريب واستشارات لموضوع في موضوع ريادة الأعمال، فأنت بتهيئي مجموعة كبيرة من رجال الأعمال. الدول ما عادش حكاية إنك تتخرج من الجامعة بتروح تشتغل في حكومة، الحاجات دي خلاص يعني بقت مش بس عندنا في مصر، بقت خلاص تاريخ. لازم الشباب اللي بيتخرج يبتدي النهارده يفكر في مشروع يعمله ازاي. طبعا احنا بقى دورنا ودور المؤسسات كتيره ان احنا بنهيئهم لاداره هذه الاعمال، لانه احنا بنعمله تدريب على مثلا ازاي يقدم دراسه جدوى اقتصاديه للبنك، ازاي يعمل ماركتنج للبرودكت المنتج بتاعه، ازاي يسوقه، لو واجه مشاكل ماليه ازاي يحلها، ازاي يعمل قوائم ماليه، يعني كل ما يلزمه. وعلى فكره ده للجميع، يعني احنا بيجي يدرس عندنا صيادله ودكاتره ومهندسين، يعني الناس فاهمه ان موضوع الاعمال يبقى لازم يبقى بزنس ادمنستريشن، لازم كليه تجاره او كليه حقوق، ابدا. بالعكس، احنا اللي بيجي يدرس عندنا العدد الاكبر من المهن غير التجاريه، صيادله واطباء وحقوقين. فطبعا احنا بنلعب دور كبير تعليما وتدريبا، في سواء في برامج الماجستير او الدكتوراه، الام بي اي والدي بي اي، دي برامج مهنيه، دي مش برامج اكاديميه، او في الدورات التدريبيه، او في الاستشارات اللي بنقدمها من خلال اجهزه الدوله. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا دكتور مصطفى هديب، رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم الاداريه والماليه والمصرفيه. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا في مال واعمال لمتابعه المزيد من اللقاءات مع المشاركين في معرض بيزنكس 2019. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في لقاءاتنا من معرض بيزنكس 2019. يشرفنا الآن الأستاذ باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين مصر. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، ودي أول مرة بتشاركوا فيها في معرض بيزنكس وبتقدموا جائزة مالية للفائزين في المسابقة. كلمنا أكثر عن أسباب مشاركتكم في هذه المسابقة وهذا المعرض. المعرض لأنه طبعا معرض مهم والحضور فيه كبير، وإحنا عايزين نوصل لأكبر عدد ممكن من قطاعات المجتمع. في برنامج سابق مع حضرتك قلت لك أنه الوعي التأميني محتاج أن احنا نعليه ونزوده، لأنه يعني البنتريشن بتاع القطاع التأمين في مصر مش على المستوى المأمول، ولذلك احنا بنبقى موجود في هذه المحافل عشان كده. بالنسبة للجائزة، الحقيقة دي بقى حاجة بالنسبة لنا زي ما بيقولوا بالانجليزي close to heart، هي قريبة من القلب، موضوع ريادة الأعمال، واحنا بنساهم فيها في اكتر من مجال على فكرة، يعني كأشخاص حتى زملائي رؤساء الشركات وأنا بنحاول نبقى موجودين في المنظمات اللي بتدعم ريادة الأعمال، اللي هو يعني بيعمل مشروعات جديدة. لما قيل لنا إنه المعرض بيدي جايزة مالية للمشروع الأفضل، لقينا إن هي فرصة كويسة إن احنا كمساهمة مجتمعية إن احنا نعيد إلى المجتمع جانب من مسؤوليتنا تجاهه، عشان كده حابين إن احنا نشارك بهذه الجائزة. ده شيء رائع. وخلينا نعرف من حضرتك إيه دور التأمين في إطلاق المشروعات الصغيرة. في اللقاء السابق مع حضرتك تحدثنا كثيرا عن قلة الوعي التأميني في مصر بشكل عام. عندما يتعلق الأمر بمشروعات ناشئة أو شركات ناشئة ومصادرهم قليلة، التأمين إيه دوره في هذه المنظومة؟ حاجتين طبعا. الحاجة شغلتنا إحنا الأساسية اللي هي التأمين. المفروض انه المشروعات الجديده يعني يكون في هناك توعيه لصاحب المشروع انه التامين بيمثل له حمايه، وهو يا دوبك بيحط استثمار جديد وراس مال جديد، فبيمثل له حمايه نتيجه انه في شركه مستعده تتحمل عنه
جانب من المخاطر، فالمفروض ان هو يقبل عليها. احنا نفهمه هو ايه ونفهمه الحماية دي مقابل مبلغ زهيد بيدفعه كل سنة، فتساعده حتى في مقتبل الدورة، دورة رأس المال بتاعته. فدي دي شغلتنا الأساسية. الحاجة التانية هي الاستثمار. شركات التأمين بعكس البنوك التجارية، البنوك التجارية مصادر الأموال عندها قصيرة الأجل فبتدي تمويل إقراضي، شركات التأمين عندها مصادر التمويل طويلة الأجل وبالتالي ممكن تدخل في استثمار مباشر في المشروعات. فلو في مشروع لازم يكون مجدي طبعا، لأن احنا مسؤولين عن إدارة أموال الدولة ولازم ان احنا نبقى ندير الأموال دي إدارة الرجل الحريص، فالمشروعات المجدية ممكن ندخل فيها كمان مساهمين في رأس المال، وبالتالي احنا عندنا الدورين دول ممكن نلعبهم، دور التأمين ودور المساهمة في رأس مال المشروع. هل لديكم صندوق متخصص في دعم المشروعات الصغيرة بالفعل، ولا دي فكرة ممكن تبدأوا فيها في المرحلة اللي جاية؟ احنا معناش صندوق، ولكن يعني حضرتك بتسألي السؤال ده في وقت في توقيت ممتاز، لأن احنا في الوقت الحاضر بنساهم أو أخذنا قرارات بالمساهمة في صندوقين. واحد منهم قدم أوريدي الأوراق اعتماده إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، متخصص في المساهمة في المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتاني سيقدم أوراق اعتماده برضو لهيئة الرقابة المالية بعد ما ينتهي من أخذ موافقات المساهمين اللي هو غيرنا. إحنا ادينا الموافقة بتاعتنا، فإحنا دلوقتي بنساهم أو يعني في سبيلنا إلى المساهمة في صندوقين بيدعموا هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده يمكن يكون أفضل من الاستثمار المباشر، لأن الصندوق له إدارة والإدارة دي بتأخذ على عاتقها بقى دراسة المشروع والبحث عن المشروع، ولو لقيته مشروع مجدي بتسحب من المساهمين اللي هم إحنا وغيرنا من المؤسسات المالية الأخرى الحصة بتاعتنا في رأس مال المشروعات. وأنا الحقيقة طبعا سعيد بالصناديق دي وبأدعو إنه تنتشر ثقافتها، تنتشر الدعم ليها، ينتشر من المؤسسات المالية الكبرى اللي زينا وزي الشركات والبنوك الأخرى. في رأي حضرتك المنتجات الجديدة اللي بتطرحها شركات التأمين في مصر وأيضا في الإقليم بشكل عام، إلى أي مدى يعني أصبح عليها إقبال من قبل الشرائح المختلفة؟ لسه ما فيش شك في يعني في مصر غير بره مصر. حضرتك بتقولي بره مصر، بره مصر طبعا في انطلاق وفي افاق غريبه جدا بتفتح احنا حتى ما كناش متصورين ان هي موجود. يعني دلوقتي في الشركات التامين اللي بره يعني اللي بتحاول تستعمل التكنولوجيا اللي هي بيسموها الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. احنا هنا مثلا بنامن على السياره، حضرتك بتيجي الأستاذة دينا أو حد تاني بنديكي تأمين على السيارة بتاعتك زيك زي اللي جنبك يعني. لا، هناك الذكاء الاصطناعي ده بيحلل عاداتك كسائق، وهل أنت سائق متهور ولا سائق مستنير وهادي أو بيركن غلط دايما بتكسري على الناس ولا بتشغبيهم، ودي حقيقة على فكرة. وبالتالي بيبقى التأمين متفصل على عادات السائق، وبالتالي المخاطر بالنسبة للشركات بتتضاءل شوية بشوية نتيجة استعمال التكنولوجيا. طبعا احنا هنا لسه بدري قوي على الكلام ده، يعني احنا يعني تكون الخدمة personalized زي ما بيقولوا، متفصلة على كل عميل، متفصلة على كل عميل. هل تقدر الشركات تقوم بده، ولا ده هيخليها تدخل في يعني دهاليز كثيرة في تصنيف الخدمات التأمينية؟ لا، هي مش دهاليز، هي طفرة كبيرة في التكنولوجيا احنا لسه ما وصلنا لهاش. ودي على فكرة تنطبق على السيارات وتنطبق على الطبي، يعني برضو العميل بيبقى بيقاس. تعرف دلوقتي في ناس بتلبس ساعة، أنا ده قديمة طبعا الحاجات دي بالنسبة لي حاجة غريبة، يعني بتلبس ساعة بتقيس النبض الشخص، مشي قد إيه، نام قد إيه، النوم بتاعه عميق ولا مش عميق، الوظائف الحيوية كلها. التأمين بقى الجديد، ما حضرتك مش بتروحي تكشفي عند الدكتور وتعملي الكلام ده كله، لا، بالشيب دي أو بالتكنولوجيا دي بيعرف برضو تصنيفك الاكتواري ايه والتاريخ الطبي وخلاص. يعني في الحاله دي بتوعي في انهي كاتيجوري. لسه كتير قوي قدامنا على الحكايه دي. احنا دلوقتي
الهم الاساسي بتاعنا لازم يكون زي ما اتفقنا قبل كده حضرتك وانا المره اللي فاتت، زياده الوعي علشان زياده مساهمه التامين في الناتج القومي الاجمالي، لانه التامين قطاع مهم جدا 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 انه مساهمته تزيد. فعلى قد المنتجات اللي موجوده سواء كان ممتلكات او الحياه يعني محتاجين ان احنا ننهض بيها، وبعدين نفكر في الطفره التكنولوجيه اللي توصلنا للي العالم الخارجي بيشتغل بيه. كنت عايز استفسر من حضرتك الى اي مدى هو صعب انه تقدم خدمات متفردة لكل عميل؟ هل هذا يضع عبء اكبر على شركة التأمين، ولا يعني هو ده هيكون الترند او الاتجاه في السنوات المقبلة؟ طبعا بيضع عبء اكبر، بس هو الجمال بتاع التكنولوجيا ايه بقى، انه كل العبء سواء كان عبء مادي، لان طبعا الحاجات دي بتكلف كتير جدا، او عبء مانيوال انه الوقت والجهد المستنفذ في هذا بيبقى في الاول. حضرتك بتخلصي الكلام ده بتحطي البنيه الاساسيه، وبعدين بعد كده المكن بيشتغل لوحده. فهو هو عبء، بس عبء تحمله في الاول مقبول، ثم بعد كده بيريح جدا. اكرر احنا لسه بعيد قوي عن الكلام ده. يعني بنتمنى طبعا التأمين يحظى بالمكانة التي يستحقها، وتكون نسبته في الناتج القومي أعلى بكثير من النسبة الحالية، لأنه بالتأكيد يستحق أن يكون في هذه المكانة. احنا بنحاول نعمل كده، بنحاول نشتغل على الموضوع ده احنا وزملائنا من الشركات التانية العاملة في السوق. إن شاء الله هننجح في هذا، وكل سنة هنشوف حاجة أحسن من السنة اللي قبلها إن شاء الله. الأستاذ باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين مصر، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مرسي لحضرتك. مشاهدينا الكرام، أشكركم جزيلا على المتابعة، وابقوا دائما معنا. أشكركم جميعا اللي انتوا حضرتوا معانا البانل بتاعت الفرانشايزنج. احنا قصدين ان احنا نبقى ناس لابسه فورمال، ناس سيمي فورمال. البانل هي غنيه بالخبرات اللي انا بعتز بيها. اعتقد البانل ان شاء الله تبقى سهله، لان الحقيقه كلهم اصدقاء عزاز، وكان في بيننا وبين بعض بيزنس، او بيننا وبين بعض صداقه، او بيننا بعض انترست في اتجاه معين. فان شاء الله هتبقى هارمونايزد، ونحاول ان احنا نوصل اكتر معلومه واكتر افاده للحاضرين. فاشكركم ان انتوا شرفتونا كلكم. يا جماعه، مين عارف ماكدونالدز؟ مين عارف ماكدونالدز؟ الناس كلها عارفه ماكدونالدز طبعا عشان بره. طب مين عارف بلانيت هوليوود؟ حد عارف رسم بلانيت هوليوود؟ طب ممكن نشوف فيديو لبلانيت هوليوود كده ثانيه؟ اغلب الناس اللي حاضرين معانا المعرض النهارده، فيه طبعا فود اند بافريج مجموعه كبيره. كم واحد مننا نفسه يبقى زي بلانيت هوليوود؟ طبعا اخترت بلانيت هوليوود لان هم انترناشونال براند. تفتكروا الفرانشايز فيز بتاعت بلانيت هوليوود دي قد ايه، او الانفستمنت يعني؟ انفستمنت ممكن يكون قد ايه؟ مش هقول طبعا لان ده سر. احب ارحب بضيوفي مستر خالد. وود لايك تو جيف ايفري ون لايك ا مينيت بس تو انتدوس هيم سيلف. اتفضل مستر خالد. شكرا استاذ مروان.
شكرا جميعا على حضوركم اكيد, وشكرا كبير لبزنكس for their efforts. Obviously it's bringing a lot of attention to the franchising industry, with the potential of the franchising industry, what it can do for any local concept ليطلع beyond the borders of one region. تكلم استاذ مروان عن بلانيت هوليوود, عن ماكدونالدز, some of these big names اشتغلنا معهم. Our US office has worked with them back in the 80s and the 90s and اكيد in the 2000s and 2010s. ومثل ما شايفين any franchise, any international franchise لتوصل للمرحلة اللي بدها توصل له بيتطلب هيدا شغل كتير, ان كان قانوني, ان كان استراتيجي, ان كان عمليا. وهيدا نحن we are experts, وزملائي هون they're experts obviously in doing it. Mr. Marwan, I would like to give you the chance please. To introduce the rest. It's ده وصل المايك. في حاجة مهمة جدا احنا دايما بنقول ان انت تقدر تغير الكارير بتاعك, تقدر تعمل مالتيبل انفستمنت. عشان كده بقول لكم البانل حلوه. مستر محمد الغزالي حبه ان هو يعرف نفسه, هيز ان انفستر بيشتغل في مجالات كتير, وعنده براند في مصر هنا كاروسوس من اهم البراندز اللي شغاله واللي فعلا نجمها بيصعد في الماركت. مستر محمد بليز عرف نفسك. شكرا مروان بي. انا اول حاجه سعيد بفرانشايزنج جيت, الحقيقه سعيد ببزنكس ان بقى فيه في مصر اخيرا اتجاه للفرانشايزنج, وبقى فيه معارض كبيره بتعرض. تالي دي الدوره الثانيه لبزنكس يا مروان, تالي فكونجراتيليشن فيرست اوف اول. سكندلي انا مش عايز اخد الحوار من ناحيه واحده. كل واحد وهو صغير كان بيحلم يبقى سوبرمان, يبقى سبايدر مان, يبقى حاجه كبيره. كل ما بنكبر احلامنا بتقل, وده اكبر حاجه غلط. لازم دايما يبقى عندنا حلم, وحلمنا نجري وراه, وعشان نجري وراه لازم نؤمن بالحلم. انا الحقيقه مهندس كمبيوتر خريج الاكاديميه البحريه هنا من مصر. كان حلمي من زمان ان يبقى عندي مالتيبل بزنس شانلز. اسست اول حاجه شركه كونتنت سوليوشنز. الشركه دي موجوده في الميدل ايست, في مصر, في الدوحه, في دبي. عملنا ميجا بروجكتس. اتجهت من البيزنس بتاع التكنولوجي للبيزنس بتاع الفود اند بيفرج. اسسنا شركه كاروزوس بالتعاون مع الشريك الامريكي في مصر سنه 2015. الحمد لله كان الموضوع تشالنجينج في الاول, وكان في مصاعب كتيره جدا. كان اهمها ازاي نوصل للسوق المصري, وازاي نوصل صح للسوق المصري عن طريق المنتج. قدرنا نعدي تشالنج ده في اول سنه. كانت اهم حاجه في المصاعب اللي احنا بنواجهها ازاي يستقبل السوق المنتج بتاعنا الجديد, لان احنا مش بنقدم برجر عادي ولا بيتزا عاديه, لا احنا بنقدم منتج بيتزا برجر اكيد يعني الناس سمعت عنه على الفيسبوك على السوشيال ميديا. وكان السلاح اللي احنا استعملناه من ناحيه الماركتنج هو السوشيال ميديا, انستغرام, فيسبوك, ازاي نقدر نوصل لكل بارتيسيبنت على السوشيال ميديا ونوصل له احنا ايه المنتجات اللي احنا بنبيعها. لما قدرنا نوصل للناس ابتدت مبيعاتنا ترتفع, ابتدت الناس يبقى عندها اويرنس على البراند بتاع كاروزوس في مصر, وابتدينا نفتح فروع جديده موجودين في اماكن كثيره جدا. ولكن انا مش عايز اتكلم عن كاروزوس, عايز اتكلم على حلم كل واحد فينا عايز يوصله, كل واحد فينا عايز يبقى عنده مشروعه. البلد دي هتبقى احسن واكبر لما يبقى فيها الناس بتدور على مشاريعها مش بتدور على وظائف. كل واحد يخلق مشروعه او يكريت المشروع بتاعه. المشاريع بتفتح ابواب عمل كبيره جدا. ما شاء الله كاروزوس فيها 100 بني ادم بيشتغلوا دلوقتي بعد 3 4 سنين من الايفورت. دول كلهم عندهم عائلات وكلهم بيقدروا ان هم يديفلوب عائلاتهم عن طريق البيزنس اللي احنا عملنا له كرييشن, وان احنا عملناه ديفلوبمنت في مصر. اي ويل باس المايك للبارتيسيبنت اللي بعدي. مش عايز اطول يا مروان, ولا تحبوا حد يسالني حاجه؟ انا تحت امركم. بالعكس, اتس فيري انترستينج اند ويل كم باك تو يو محمد. ثانك يو فيري ماتش فور ذيس لافلي ووردز. بنشتغل كلنا عشان خاطر نكبر الشركات بتاعتنا, واكتر حلم نفس الواحد يوصل له ان هو يبتدي يبقى يوصل بالشركه بتاعته او بالبيزنس بتاعه لبلد تانية, لمكان تاني. ساعات بيجي لي ان انا عايز, لا انا جيلي بارتنرز, طب انا ادخل شريكي عشان اكبر ولا ما ادخلش شريك؟
اكتر حاجة بفكر فيها ايه؟ اول ما ابتدي اكبر المجهود اللي انا عملته، طب الفكرة بتاعتي هتروح هتتسرق ولا هقدر احافظ عليها؟ فمس رشا هتحكي لنا، هتقدم نفسها وتحكي لنا قصة ما تخافش على فكرتك. بليز رشا. اوكي شكرا كثير لاستاذ مروان، وام هابي انه موجوده معاكم اليوم هون بهذا المعرض الجميل. وفكره الفرنشايز يعني هي من اكثر هلا خلينا نحكي البزنس مودلز اللي موجوده وكثير مهمه، وخاصه عم تنتشر كثير هلا بمنطقتنا بشكل عام. انا محاميه متخصصه بمجال الملكيه الفكريه، حمايه الملكيه الفكريه، طبعا اللي بتشمل حمايه العلامات التجارية، حماية براءات الاختراع والأسرار التجارية، ومجموعة أخرى طبعا من الحقوق. رح أحكي شوية أنا على موضوع حماية العلامة التجارية، لأنه هي بالنتيجة لأي فرنشايز أو لأي بزنس بالنتيجة هي بتصير أهم إشي، الأسد يعني المهم بهذا الفرنشايز. كلياتكم تعرفوا زي ما حكى أستاذ مروان، كلكم تعرفوا ماكدونالدز، الكل بيعرفه باسمه، الكل بيعرفه بحرف الام اللي لونه الأصفر. أي حدا بيشوفه من بعيد حرف الام بيميزه حتى لو هو يعني مش قارئ كلمة ماكدونالدز. فهذا هو البراند القوي، وهذا هو الأسد اللي صار لماكدونالدز بالنتيجة. صحيح هو بدأ خلينا نحكي بجودة معينة وبخدمات معينة، ولكن بالنتيجة العلامة التجارية تبعته هي اللي بتصير أقوى إشي وأهم أسد موجود. لهيك موضوع العلامة التجارية كتير مهم، وأهم خطوة بالفرنشايز كبداية يعني اللي هي موضوع حماية العلامة التجارية، واللي بيكون من خلال تسجيلها، إنه لازم يتم تسجيلها في الدول اللي الفرنشايز رح يكون موجود فيها. وطبعا دائما البداية بتكون ببلد المنشأ، يعني إذا الفكرة عملها بتنشأ بمصر، أول إشي لازم تفكر فيه هو حماية العلامة التجارية، وتتأكد إنه هاي العلامة هي علامة مشهورة، سوري علامة يعني available إنكم تقدر إنك تستعملها، وبعدين انك بتقوم بحمايتها. واذا بدك تنطلق بعدين لدول تانية لازم برضو انك تقوم بحمايتها باي دولة تانية انت رح تلجأ لها او تكون موجود فيها. Thank you. Interesting. احنا اتكلمنا مع الاستاذ خالد على الانترناشناليزيشن، وقال لك هم طبعا اكبر شركة في ميدل ايست، وبعدين اتكلمنا على تجربة البيزنس مان او الانتربرنور اللي بيشتغل وناجح جدا في مجال الاتصالات والويب سايتس وانترناشنال بيزنس مع الاستاذ محمد. عرفنا ان انا في حاجه اسمها براند وفي حاجه اسمها ملكيه فكريه وما اخافش على العلامه التجاريه بتاعتي. كويس، فاضل كذا حاجه كده نتكلم فيها عشان البانل الغنيه دي احاول ان انا اوصل كل حاجه فيها. في انترناشنال براندز بقى بتنزل مصر بالستاندردز او بالاسس العالميه بتاعتها. طب لما بتنزل مصر ايه المشاكل اللي قدامها؟ بتقابل مشاكل ولا عادي؟ فاستاذ محمد هيعرفنا بنفسه وعنده خبره في الحته دي. اتفضل استاذ محمد. شكرا استاذ مروان. انا اسمي محمد حسن من شركه روبلز. يمكن شركه روبلز هي اتعملت في الاساس عشان نقدر نساعد البراندز المصري انها تكون عندها فرانشايز وتطلع برا مصر، وكمان في نفس الوقت البراندز اللي من برا مصر حابه تكون موجوده في مصر ازاي تقدر تعمل ده. في شويه عقبات ممكن تقابل اي براند سواء مصري بيطلع برا او من برا بيدخل جوه مصر. العقبات دي ازاي نقدر نعديها؟ في اولهم الجلوبال استراتيجي. الجلوبال استراتيجي هي باختصار او بشكل مبسط ازاي يكون عندي ستاندردز للبراند بتاعتي عشان ما تتغيرش مهما كانت البلاد اللي انا بفتح فيها، والعكس صحيح في المالتي دوميستيك ستراتيجي، بمعنى ان انا يكون عندي فليكسيبيليتي ان انا اغير في البراند واغير في الاستراتيجيز بتاعت البراند عشان اناسب السوق اللي انا داخله، وازاي اعمل ميكسنج ما بين التو ستراتيجيز دول عشان اقدر انجح في اي سوق انا داخله، سواء انا كنت داخل فعلا مصر من بره
أول براند بتاعي مصري بقدر أطلعه برا مصر. مرسي يا محمد. Thank you very much. هارفرد كلنا أنا شخصيا بحب بسمع هارفرد دي بحب أشوف مين من هارفرد جاي بيتكلم في إيه. فجالي الشرف حصل لي الشرف إنه صديق عزيز جدا بروفيسور من هارفرد وساب أمريكا وساب الانترناشنال براندز وساب الانترناشنال بيزنس وجي مصر يتكلم معانا على لوكاليزيشن. دكتور نبيل. مساء الخير. دكتور نبيل عبد الكريم فيزيتور بروفيسور هارفرد سكول اوف بيزنس. الحقيقه في كيس ستادي او سكسس ستوري جميله جدا بيتمثل فيها كل الاسبيكتس اللي الزملاء والضيوف اتكلموا فيها. القصه دي اسمها ببساطه بلد الغريب. بتمثل طموح شباب. الشباب ده شباب محترم اخذ الجرأة اخذ روح الانتربرينور عمل الدراسات اللي يقدر يعملها اجتهد طلع كونسبت وبدأ يطلعه للسوق بالفعل. اجتهدوا جدا على قد العلم اللي كان عندهم واستعانوا later on بينا علشان نقدر يوصلوا كفرانشايز كفرانشايزور ككونسبت يقدر يستفيد بيه اللوكال ماركت في مصر والانترناشنال ماركت. وبالتالي اشتغلنا ساكسبول الحقيقه وكونسبت اول كونسبت في مصر والشرق الاوسط وقد يكون في اوروبا كمان. سي فود فاست فود كونسبت سي فود فاست فود يس. يعني هو ملوش مزيل تقريبا على مستوى الشرق الاوسط كله. والجميل ان اتعمل له وبيتعمل له وجاهزين للفرنشايز جدا. وده بيمثل حاجه جميله قوي بيمثل الطموح اللي قال عليه الزملاء من انتربرينورشيب سكيل سبيريت. بيمثل روح المخاطره والقانون من تسجيل علامات تجاريه ومن تثبيتها. بيمثل روح الاختراع وروح الشباب الاصيل اللي قاعد قدامنا اهو. هم كل المجهود اللي بذلوه طلعنا بكونسبت الحقيقه هو هيبقى مفخره لمصر في خلال السنين الجايه ان شاء الله. بس يا دكتور شوقتنا بصراحه. هو الحمد لله الكونسبت ده مشارك معانا في المعرض وبنفخر الصراحه ان احنا كل سنه الحمد لله بنقدم كونسبت او اثنين او ثلاثه جداد تو ذا ماركت. ويوجوالي وذين 3 تو 6 مانس بيكون في انفستمنت قوي دخل معاهم. مش هقدر اقول لحضرتك اسمه ايه يا باشا غير لو انت عارفه. ايوه موجود. سؤال بس مهم جدا. هل إدارة فرع زي إدارة اثنين زي إدارة عشرة؟ طب هل لو أنا عندي النهاردة 25 فرانشايز الفرانشايز إيه؟ الفرانشايز أنا بقى عندي مثلا كونسبت كلف مثلا 5-6 مليون 7 مليون جنيه ومحتاج أن أنا أفتح 50-60 فرع. فسهل قوي 50 في 10 بكام؟ 500 مليون. يبقى أنا عشان أفتح 10 فروع محتاج 500 مليون جنيه. ده رقم صعب قوي. فممكن ان احنا نتشارك فكل واحد مننا يدفع 5 مليون 6 مليون كاستثمار ويشارك في العائد مع العلامه التجاريه الشهيره قوي او البراند الكبيره قوي. فبالتالي كده احنا قدرنا ان ايه نوصل مع بعض ان انا عملت انفستمنت ليا وقدرت العائد على الاستثمار اللي انا عملته 5 مليون بقى سريع. قدرت احقق نجاح قدرت احقق بروفيت وفي نفس الوقت حققت النجاح للطرف الاخر العلامه التجاريه الكبيره ان هي تتوسع وتفتح العشر فروع او ال 50 فرع اللي عايزه تفتحهم في خلال 5 سنين. ده ببساطه فكره الفرنشايز. بس هو في مشكله صغيره ان كل مستثمر بيبقى كيان منفصل بذاته. ففي حاجه حصلت مره قصه ظريفه جدا ما اعرفش بتحصل في كل الناس ولا لا ان ممكن واحد من المستثمرين دول يبتدي يعمل دعايه بشكل معين تعمل مشكله للعلامه التجاريه كلها. والامريكان يصوتوا يا استاذ محمد واللي احكي لنا كده القصه دي كانت ايه؟ اللي هو الستاندردايزيشن اللي قلنا عليها والكنترول اللي هنتكلم فيه بقى نكست. حصل ايه يا استاذ محمد؟ طيب الامريكان عملوا فيك ايه يا استاذ محمد؟ انا كنت في الفتنس تقول اسم من غير براندز. انا كنت بشتغل في فتنس اندستري بقى لي 12 سنه. فمن ضمن البراندز اللي انا كنت موجود فيها في مصر احنا كنا بنعمل فرانشايز. فكان في براند من البراندز
في ستاندردز عشان نعمل اي حاجه في البراند ده، سواء كانت ماركتنج او ستراكشر للجيم نفسه او الفيتنس سنتر نفسه. فالاستراتيجي بتاعه الماركتنج كانت المفروض انها تبقى واضحه لاي فرانشايز سواء كان فيتنس اندستري او غيره. الفرانشايز ده هو ما طبقش اللي المطلوب منه في الماركتنج استراتيجي بتاعته، فبالتالي عمل دعايه بشكل مش مظبوط. عمل ايه؟ مش واخد بالي. طيب تفصيلا، هو عمل اعلان اساء للمراه، هو كان بيقصد بيه كويس، بس طبعا كان رد فعل غير صحيح، يعني ما كانش هو ده اللي هو عايز يوصله. بتهيألي كلكم عرفتوا البراند يعني. فللاسف اللي حصل انه في ناس رفعوا قضايا على الشركه الام في امريكا مش في مصر، لانه اسم الفرع ده كان في زيه بالظبط في امريكا، فالناس افتكروا انه هو الفرع اللي هناك، فالطلب غصب عننا ان احنا نضطر نعمل ترمينيشن للفرع كليا بسبب الدعايه اللي مش مظبوطه. وقدرتوا ايه الاكشن اللي خدتوها عشان بقيه الفروع اللي في مصر ما تتاثرش؟ الستاندردز بقى، هي دي تاكيد الستاندردز، ان فعلا الماتيريال بتاعه الماركتنج كلها تكون مظبوطه، الناس كلها تراجع الماتيريال اللي تاخد عليها ابروفلز قبل ما تنزل، كل الاستراكشر بتاعه الفرانشايز تبقى فعلا تتطبق مظبوط زي ما هي. واعتقد برضو عملتوا بروموشن وعملتوا اعلنتوا الترمينيشن للفرانشايز. مظبوط مظبوط، نزلنا فعلا دعايه ان الفرع ده للاسف الدعايه دي ما كانت غير مقصوده، وهي دي الستاندردز بتاعتنا ودي الفروع الاوثرايزد، وان الفرع ده ما بقاش اوثرايزد اني مور. جود ستوري. طب استاذه رشا، لو حصل معايا الموقف ده نعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي ان شاء الله بيزنكس رايح السعوديه وبيزنكس رايح المغرب ورايحين كينيا، طب لو حصل فيا بقى حد موقف زي ده اعمل ايه؟ هلا هو اهم شيء دائما بالفرنشايز، سواء فرنشايزي او فرنشايزور، اهم شيء هو العقد اللي بينات الاطراف اللي هو عقد الفرنشايز اجريمنت، ودائما هي بتحدد الستاندردز معينه والتزامات معينه على الاطراف، ودائما كثير مهم من وجهه نظر الفرنشايزر اللي هو انه يحافظ على الفرنشايز بقيمته بالصوره وبالايمج تبعه. هلا اهم شيء دائما اللي هو الكنترول، وهي واحدة من أهم النقاط اللي دائما لازم تكون موجودة بأي تعاقد فرانشايز، اللي هو الكنترول على الكواليتي تبع البزنس، اللي هي رح تنعكس بالنتيجة برضو على البراند. أهم إشي دائما لفرانشايزي كمان إنه يلتزم بكل المعايير والشروط اللي موجودة بالعقد، لأنه بالنتيجة إذا ما التزم فيها هي رح تؤدي للترمينيشن. من أهم الأمور اللي كتير دائماً بتخوف بموضوع الفرنشايز اللي هو عند التيرمينيشن، إنه إذا صار فيه تيرمينيشن لازم الفرنشايزي يوقف هذا الاستعمال تماماً، وهنا كتير مرات بتصير مشاكل اللي هي إنه الفرنشايزي بيكمل حتى لو إنه هو غير مرخص أو مش أوثرايزد، بيكمل باستعمال العلامة وبيكمل إنه بيستعمل النوهاو اللي أخذها من خلال الفرنشايز، وهي شوية كتير خطيرة، عشان هيك دائما الفرنشايزر لازم ينتبه للشروط اللي هي عند إنهاء التعاقد، إيش لازم يحطوا فيها، ولازم تكون يعني شوية شروط دقيقة وvery strict. هلأ كتير مهم كمان إنه إذا بدك تطلع على دول تانية لازم كتير يعني من أهم الأشياء اللي هي إنه تطلع على القانون بكل دولة، لأنه القوانين بتختلف من بلد لبلد، فكتير مهم إنه العقد نفسه يتم مراجعته من ناحية القانون، لمثلاً إذا بدك تروح على السعودية من القانون في دولة السعودية مثلاً أو في الإمارات أو في الأردن أو في كل دولة مختلفة عن الأخرى، فهي نقطة كتير مهمة، ما بينفع عقد واحد اللي هو يمشي على جميع الدول. يعني not all size fits all. Thank you. احنا اتكلمنا على الحكايه دي، بس احنا دايما بتقابلنا قصه، دايما صاحب العلامه التجاريه والفرانشايز بيبقى معتني او معتز قوي بالمانيولز بتاعته بالمانيوز بتاعته، ومش شرط ان اللي يمشي في فرنسا يمشي في مصر. البرايسنج، الاسعار، يعني ممكن جدا ان انا اشتري مثلا ازازه ميه في باريس مثلا ب6 يورو، بس ما اقدرش اشتريها في مصر يعني ب6 يورو، لان 6 في كام النهارده برقم محترم. ف لما بشتري براند جديده بجرب بشوف. احسن واحد يقول لي يا استاذ محمد، لما بدات وجبت البراند بتاعك
البرايسنج بقى المنيو هل كان ماشي زي بتاع امريكا طبقته بالظبط؟ الاسعار عملت فيها ايه؟ احكي لنا كده الموضوع. طبعا ده سؤال محترم جدا يا مروان، لان واحده من ضمن المشاكل اللي بتواجهك ان اول حاجه الماتيريال، البرايسنج مبني على الكوست اوف ماتيريال، وفي نفس الوقت ماشي مبني على الافيلابيليتي اوف ماتيريال. فبعض مثلا انواع الجبن مش موجوده هنا في مصر، ومهما استوردناها مش هتبقى بنفس الطعم اللي مثلا موجود بامريكا. فبيحصل اول مرحله دراسه لكل البيل اوف كوانتيتي بتاعه الماتيريالز اللي موجوده، ويحصل تيست للايكويفالنت اكسبتابل ماتيريال عشان يحصل سبستيتيوشن بيها او استبدال الماتيريال دي مكان دي. دي اول مرحله. وبعد كده بتبتدي تدرس السوق والاسعار التنافسيه، لان انت النهارده عندك شرايح كتيره جدا من العملاء في السوق، فمش معقول تكلم شريحه وتسيب الشريحه الثانيه. فانت لازم عندك سي وعندك سي ماينس وعندك بي وعندك بي ماينس وعندك بي بلس وعندك ايه، فلازم تكلم كل الشرايح دي في المنتجات اللي انت بتقدمها. بلس انت لازم تقدم برضو كواليتي فود. فهي المعادله حقيقه صعبه، وعشان تتحقق محتاجه دراسه يعني لا تقل عن شهر او شهرين قبل ما تمبلمنت البرايسنج. هو الناس بتبص ان هو ده مجرد سعر، لا، الموضوع مش سعر، الموضوع سبلاي تشين كامله، موضوع مخزن، موضوع تلاجات بحط فيها البضاعه، الموضوع خامات بحطها وفي اكسبايري ديت ليها، الموضوع سعر بشتري بيه. المصيبه الاكبر التعويم لما حصل، دي كانت مشكله، لان النهارده في جزء كبير جدا احنا استوعبناه كريستورانتس قبل ما اسكليت البرايس للعملاء، واضطرينا نعمل عمليه السبستيتيوشن دي تاني عشان يبقى في بدائل، عشان انا معليش البرايس على العملاء بتاعتي. فحته البرايسنج احنا عندنا ديبارتمنت مخصوصه اسمها كوست كنترول ديبارتمنت، بلس الكنترول بتاع الفاينانس عليها للبرايسنج، لان البرايسنج از ا فيري امبورتنت موديل. الحقيقه البرايسنج برضو بيفرق في الجزء بتاع النت ايرنينج او المكسب. في حاجات انا بكسب فيها، في حاجات انا بقدمها كماركتنج، في حاجات انا بيبقى مكسبي فيها عادي. فالمنيو ليه حاجه اسمها منيو انجينيرينج حسب كل ايتم والليفل بتاعه. ساعدتنا شركات تكنولوجي كبيره، في شركه كبيره يعني انا طبعا مش هقول اسمها، بس في شركات بتقدم سيرفيسز حقيقه محترمه جدا في السوق المصري، اللي هي بتبقى بتدرس المنيو، بتساعدك في الدراسات. احنا بنلجأ لها كشركات في الاول قبل ما نفتح عشان تبتدي تدينا اول ستيب في التسعير، بعد كده احنا بنكمل. ثانك يو. كلام موزون على فكره. في كونسبت من اللي بنشتغل معاهم حاطط شرط ظريف قوي كده، انا عايز اشتري الفرنشايز بتاعك. قال له طيب المدام موافقه؟ لو مراتك موافقه امضي. فقلنا له اه مراتي موافقه. قال طب هاتها يا عم، ده ايه شغلانه. وبعدين رحت جايب الراجل قلت له انت بتعقد الموضوع ولا اشرح لي. قال لا، وانا عشان ابتدي انفستمنت هاخد من وقت البيت. عايش، هو الكلام صحيح، واحنا جربنا بنفسنا الحكاية دي. انا شايف قدامي طبعا ناس كتير ده استارتد واشتغلوا وقدروا يبيعوا شركاتهم بعد كده. ففعلا الوقت بتاع البيت مهم جدا. المصروف في البيت بيقل، انت بتقعد فترة طويلة قوي ما عندكش انكم. طب هعمل ايه؟ الفلوس داخلة خارجة ما فيهاش هزار. وبدل ما انت مثلا ملتزم بمراتك ولادك، ده انت عندك بقى ايه ما شاء الله، انت وزي ما ربنا يرزق بالافراد. فلما فهمت لا ليهم حق، لازم مراته بتيجي تمضي جنبه ان انا موافقه ان جوزي يشتغل برايفت بيزنس ويبدا. في سؤال تاني؟ لو حد مش متجوز يعني، لو حد متجوز يسال هو ومراته. حد بيفكر يتجوز؟ استاذ مش هقول اسمك بقى عشان ايه. يا جماعه بشكركم جدا جدا لحضوركم معانا، وثانك يو، واسمحوا لنا نشكر الاستاذ نقولك معانا مهندس محمد. اشكرك على المعلومات القيمه. استاذه رشا طمنتينا على البيزنس بتاعنا وعلى الاكسبانشن، ثانك يو. محمد انت حسستنا ان اداره الفروع 20 و50 فرع سهله، فاشكرك برضو، ثانك يو. دكتور نبيل اديتنا سر الصنع كده، ما عرفتش تمسك نفسك، فبشكرك على كده، ثانك يو فيري ماتش. واشكركم جميعا لحضوركم بزنكس، اشكركم حضوركم بي توكس،
واحب اشوفكم كل مره. احنا رايحين السعوديه برضه لو تحبوا تنورونا، عمره وبزنس. ثانك يو.